اولا مبروك لجميع مكونات النادي هذا اللي كيديروا زعما كيديروا واحد العمل كبير شبقى دائما الفريق فوق فوق فمبروك علينا ونرجعوا للمباراه يعني كانت مباراه ديال طروا كمان مباراه خصنا نحتلوا فيها الصداره فالحمد لله تاتينا المتغى نتمنى ان شاء الله نكونوا احسن ونكملوا العام ان شاء الله باش نكونوا احسن في قادم المقابله ان شاء الله. الماتش اللي عندكم دير بالماتش باش توعدوا الراجل تنجحوا بعد الماتش. احنا عندنا غتبقى مباراه ديال البطوله مباراه ديال طروا كمان نتمنى ان شاء الله نكونوا موجودين نكونوا واعيين ان شاء الله باش ما امكن نحسموا في المباراه الصالحه ان شاء الله. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.